وللحديث أكثر عن الانتهاكات ضد الصحفيين في العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ عبد الله الفراجي الصحفي العراقي من بغداد. مرحبا بك معنا. أهلا بك يا أستاذ. كما تابعتم في الأخبار السابقة إصدار السلطات في العراق مذكرة اعتقال بحق الصحفية العراقية سؤدد الصالحي يفتح ملف البيئة التي يعمل فيها الصحفيون العراقيون، كيف ترى هذه البيئة وكيف تقيمها في ضوء ما يحدث مع الصحفيين من ممارسات؟ طبعا البيئة العراقية هي الأخطر في العالم كما في تقارير ودراسات الواردة من عبر منظمات عالمية. البيئة العراقية هي الأخطر على الصحفي. الصحفي في العراق يقع بين كماشتين، كماشت الحكومة وكماشت الميليشيات. طبعا الصحافة في العراق هي ممنوعة، أن يجب عليها أو يحتم عليها مسايرة الحكومة والميليشيات، وإلا فالتهديد والوعيد وإقامة الدعاوى. الصحفيين نوعين في العراق، النوع الأول صحفي يتبع الميليشيات وهذا مخول، لهو يدخل أي مكان أي وزارة وأي دائرة يستقصي ما يشاء ويصور ما يشاء ويكتب على موقعه على الفيسبوك أو على تويتر ما يشاء. والصحفي والنوع الثاني هو الصحفي المستقل، وهذا الصحفي هو الذي يعاني منذ 17 عاما، يعاني الملاحقة والتضييق والدعاوى والقتل والسجون. طبعا الصحفي هو الحلقة، الصحفيين المستقلين هم الحلقة الأضعف. طيب أستاذ عبد الله، يعني هذا يدفعني للسؤال، كيف تفسر الاستهداف للصحفيين على يد الميليشيات والقوات الحكومية؟ نحن نتكلم عن استهداف يصل إلى حد القتل كما جرى سابقا مع الكثير من الصحفيين العراقيين. طبعا حرية، لا وجود لحرية التعبير في العراق، سواء لصحفي عراقي يعمل في صحيفة عراقية أو قناة فضائية عراقية أو وسيلة إعلام عربية أو عالمية، لا وجود لحرية الصحافة. على الرغم من أن الصحفيون يطالبون بإقرار قانون يحمي الصحفيين منذ 17 عاما، تتذكر الحكومات المتعاقبة في سن هذا القانون عشرات الصحفيين قتلوا والعشرات ينتظرون المحاكمة في السجون والعشرات وعشرات آخرين ينتظرون محاكمات ودعاوى في المحاكم العراقية بتهمة القذف والتشهير وغيره. طبعا الميليشيات تضيق الخناق على الكثير من الصحفيين وتمنعهم من قول الحقيقة وتمنعهم من كتابة التقارير الاستقصائية التي تدين هذه الميليشيات في السرقة والقتل وتهجير الآمنين من بيوتهم. نعم. طيب، يعني منذ أيام أصدرت منظمة Human Rights Watch تقريرا بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق، وهو طبعا تقرير ينضم إلى عشرات التقارير السابقة لهذه المنظمة ولغيرها. هل من أهمية لهذه التقارير؟ هل يمكن استثمارها على الوجه المطلوب بحيث تكون نوع من الحماية للصحفيين؟ المفروض أنه يجب استثمارها، خصوصا وأن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي قد مارس هذا مضمار الصحافة، وهو يعلم جيدا كيف تتم ملاحقة الصحفيين وكيف تكبت الحكومات المتعاقبة وكبتت الحكومات المتعاقبة حرية الرأي وحرية التعبير. المفروض تستغل داخليا وخارجيا، خارجيا بالضغط على الحكومة لسن قانون حماية الصحفيين وعدم ملاحقتهم من قول الحقيقة، وداخليا من خلال سن القانون وإعطاء الصحفيين حقوقهم في حرية التعبير وفي حرية ما يقولون وما يكتبون. طب أخيرا أستاذ عبد الله، العراق يحتل المرتبة الثالثة في المؤشر العالمي للإفلات من العقاب، هل يعني هذا أن الصحفيين والإعلاميين الذين لا بواكي لهم مع الأسف سيبقون ضحايا للإفلات من العقاب؟ يبدو أن هذا المصير هو مصير الصحفي العراقي. المصير المحتوم للصحفي العراقي هو أن يبقى ضحية للصراعات الميليشياوية في العراق، أن يبقى هكذا دمه مهدور دون أي حقوق، سواء يقتل
أو يستهدف أو يسجن. طبعا المنظمة استندت إلى تقارير، المنظمة هذه استندت إلى تقارير، صحيح أن العراق متذيل في كل شيء، لكن الصحافة ربما الأمر واضح فيها جدا، لأن أغلب الصحفيين الذين قتلوا مؤخرا وكانوا يعملون في صحف وقنوات حكومية عراقية، لم يقدم أي قاتل لهؤلاء الصحفيين في المحاكم العراقية، مما يضطر الكثير من الصحفيين والإعلاميين إلى مغادرة البلد أو للجلوس وعدم الكتابة وعدم الخوض في مجال ومضمار الصحافة. الصحفي العراقي من بغداد عبد الله الفراجي، شكرا جزيلا لك.